بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نموذجين من النماذج العاكسة للاتجاه. النموذج الأول بيرسينج باترن، أما النموذج الثاني فهو غطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر باترن. النمط الأول بيرسينج باترن نمط ساري عاكس للاتجاه الهابط، يتكون من شمعتين، الأولى طويلة حمراء تتبعها شمعة طويلة خضراء سعر فتحها أي الشمعة الثانية، يكون في مستوى أقل من أدنى سعر للشمعة الأولى وسعر إقفالها أي الشمعة الثانية في مستوى أعلى من منتصف جسم الشمعة الأولى. هذا النمط يشبه بوليش انجولفينج باترن، إلا أن سعر الإقفال هنا في البيرسينج باترن بدلا من أن يتعدى أعلى سعر بالشمعة الأولى فإنه يستقر في المنطقة العلوية لجسم الشمعة الأولى. النمط الثاني غطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر باترن، نمط سعري عاكس للاتجاه الصاعد، يتكون من شمعتين، الأولى طويلة خضراء تتبعها شمعة طويلة حمراء سعر فتحها أي الشمعة الثانية، يكون في مستوى أعلى من أعلى سعر للشمعة الأولى وسعر إقفالها أي الشمعة الثانية في مستوى يقل عن مستوى منتصف جسم الشمعة الأولى. هذا النمط يشبه البريش انجولفينج باترن، إلا أن سعر الإقفال هنا في هذا النموذج اللي هو دارك كلاود كفر بدلا من أن يهبط عند أدنى سعر بالشمعة الأولى فإنه يستقر في المنطقة السفلية لجسم الشمعة الأولى. وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي هناخد تطبيقات عملية على الشرط على كلا النموذجين بيرسينج باترن ودارك كلاود باترن. وفي النهاية أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.